الهيئة العامة للبيئة تعمل بشكل أساسي اليوم لتطوير البيئة في دولة الكويت والمحافظة عليها، فنقوم بالتعاون والتكامل مع الجهات المعنية لإيجاد أفضل السبل للتعامل مع هذه القضايا. عندنا اليوم مشروع كبير في جنوب القيروان، من خلاله سيتم إبادة أكثر من 80,000 شجرة، ويوجد ملاصق لأرض أخرى بديلة موجودة بالمخطط الهيكلي كحديقة عامة، ولكن ما تزال الأرض صحراوية. فبذلك طلبنا من الإخوان في بلدية الكويت والإخوان في الرعاية السكنية للنظر في الأرض الأخرى لتوزيعها للمواطنين لاستقلالها، وستقوم المنطقة الخاصة في جنوب القيروان بحديقة عامة للجمهور. لا يمكن اليوم التضحية بهذه المساهمات الكبيرة اللي قامت فيها هيئة الزراعة في الإبقاء على هذه المنطقة كجنوب القيروان واستغلالها استغلال أمثل في إيجاد هذه الأشجار المعمرة فيها، ومن ثم إبادتها لإقامة أي مشروع آخر. فاليوم كيفية المساهمة في المحافظة على هذه الأشجار شيء ضروري، كما نؤكد اليوم دعمنا الكبير لإيجاد مناطق للمواطنين للسكن فيها، والمناطق اليوم لازم تكون نموذجية، مواقع تكون لا تتعرض لأي من التيارات الهوائية كونها أماكن ممكن يكون فيها مغبرة. فبذلك يجب الإبقاء على المسطحات الخضراء للمساهمة في بيئة أفضل للمواطنين، وهذا ما نصبه له في الهيئة العامة للبيئة. فنؤكد للجميع اليوم دعمنا لإيجاد مناطق سكنية تكون موجودة في أماكن فعلا مناسبة لها، والمحافظة على بيئة سليمة للمواطنين محاطة في أماكن خضراء تساهم في تسهيل معيشتهم السليمة في هذه المناطق بإذن الله.